اخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو جيت غير باش ننبهكم الاخوان، كيف كتعرفوا بان القرعه ديال الامريك غادي تفتح يا اما غدا ان شاء الله ولا بعد غدا. النصيحه اللي غنقول لكم الاخوان، ردوا بالكم اللي كتدخلوا للسيت اللي غتسجلوا فيه، لان كاينين مواقع بحال ديال ديفيلوتري كتدخل ليه تقول هنا هو هذاك، يعني غير هو راه مزور، راه بزاف ديال سميتو بزاف ديال لي غوزو سوسيو، الصفحات في هاد لي غوزو سوسيو يعني بارطاجا بزاف، تسيركولا بزاف لي غوزو سوسيو، موقع يعني كتدخل ليه تقول راه ديال ديفيلوتر، ولكن ماشي هو الغرض ديال هاد الموقع هذا ولا هاد صاحب الموقع، هو بغى يجمع الداتا. هاد الداتا الاخوان فيها السميه ديالكم، فيها لي نيميرو، فيها لي زادريس ديالكم، فيها لي زيميل ديالكم، فيها يعني المعلومات ديالكم. دونك الغرض منه من هاد الداتا راه كتباع الاخوان بالفلوس، صح كتباع. تصور الا تسجلت غير 100,000 واحد وعندك 100,000 ايميل اكتيف وبعتيه لواحد الشركه اللي كدير تسويق ولا كدير مهم نامبورت كي، ياك راه الفلوس باش كيتباعوا هاد الداتا هادي. هذا الاخوان النصيحه اللي غنعطيكم، ردوا بالكم الموقع اللي غتسجلوا فيه، ملي تدخل تاكد بان الموقع صحيح، يعني ديال ديفي لوتري ديال القرعة ديال الامريك. هادشي اللي كان الاخوان، نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.